بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. دائما في الوحدة الرابعة اللي هي النشاط التاسع، تحفيز الخلايا LB و LT. طبعا تكلمنا في النشاطات السابقة على الاستجابة المناعية الخلطية والاستجابة المناعية الخلوية. طبعا الاستجابة المناعية الخلطية تتم عن طريق الخلايا LB التي تتكاثر بوجود مولد ذن بعد أن يحدث التعرف، ثم تتمايز، ثم تعطينا خلايا بلازمية وخلايا بائية ذاكرة تنتج أجسام مضادة التي تقوم بتعديل أو إبطال مفعول مولد الذن. طيب، نفس الشيء بالنسبة للخلايا المناعية LTB التي تتكاثر وتتمايز بعد أن تتعرف على الخلية المصابة، فتعطي خلايا LTC التي تهاجم الخلايا المصابة ايضا فتخربها عن طريق بروتينات البيرفورين والجرانزين. الان نريد من الذي يتسبب في زياده او تكاثر الخلايا LB، ومن الذي يتسبب في تكاثر الخلايا LTB وتمايز. ولذلك اشكاليه الوحده هي من يسبب تحفيز LB والLTB على التكاثر والتمايز. على التكاثر والتمايز. طبعا لابد من طرح بعض الفرضيات التي تكون منطقية، الفرضيات المنطقية. إذا ربما قد يكون التحفيز أو التنشيط على التكاثر والتمايز بواسطة مواد كيميائية تفرزها خلايا معينة أو محددة. طيب، قد يكون التحفيز عن طريق مولد الذن، قد يكون التحفيز فقط عن طريق مولد الذن، أي أن مولد الذن هو الذي يحفز عن طريق مولد الذن، ومولد الضد اللي سميناه ايضا المصطدم، ويرمز له بالرمز اجي. طيب، الان من اشكاليه النشاط هذا، من سبب تحفيز الاستجابه المناعيه الحلويه، ومن سبب تحفيز الاستجابه المناعيه الخلطيه؟ الفرضيات ربما قد يكون التحفيز بواسطه مواد كيميائيه تفرزها خلايا، قد يكون التحفيز فقط عن طريق مولد الضد. يمكن أن تقترح فرضيات أخرى تكون منطقية. الآن للبحث عن صحة الفرضية وعن حل للإشكالية نقدم مجموعة من الأعمال. طبعا هذه الأعمال موجودة في الكتاب المدرسي، في الكتاب المدرسي الخاص بالسنة ثالثة علوم التجريبية، يقدم على شكل مجموعة من المعطيات في صفحتين. إذا أول نقطة يتكلموا عليها رقم واحد هي العلاقة الوظيفية بين الخلايا، بل العلاقة الوظيفية بين الخلايا المناعية. طبعا الخلايا المناعية نقصد بها التيكات والتي ويت وحتى ال. طيب، ولذلك نقترح التجربة اللي موجودة في الكتاب الدراسي التي نستعرضها الآن. التجربة موجودة في الكتاب الدراسي، والآن نحاول أن نقرأ التجربة. طبعا قراءة التجربة يكون بتمعن نوعا ما لمعرفة نوع العلاقة الموجودة بين الخلايا اللمفاوية التيكات حددها والبي حددت أيضا. طيب، المتحسسة ووضع بين قوسين معنى التحسس، أي تم تعرفها من قبل على محدد المصطدم من نوع زد منحنى. إذا مولد زد أو إكس أو إلى آخره، لكن طبيعته أنه منحنى. إذا التيكات والبي تكون قد تعرفت من قبل على مولد زد، وبالتالي نسميها متحسستين.
طيب وضعت هذا الخلل في حجرة زراعة سميت غرفة مبروك، الشروط التجريبية والنتائج مبينة بالوثيقة. طبعا الغرفة كالتالي، إذا الغرفة تحتوي على إناءين، الإناء الأول به غشاء نفوذ للمواد الكيميائية، والحوض الثاني يحتوي على سائل أيضا، كلها محاليل، هي عبارة عن محاليل ليست فراغ وإنما هي محاليل. يمكن أن نضع LT في هذه الغرفة، LTK، يمكن أن نضع LB في هذه الغرفة، يمكن أن نضع LTK و LB في هذه الغرفة. إذا التجربة أو الشكل هذا يوضح غرفة مرضى. طبعا التجربة كيف أنجزت؟ الشروط التجريبية T والB، T والB في الحالة الأولى، T والB مع LTK وال LB موجودتين في الغرفة السفلية. طيب الآن ماذا نبحث عند وجود T والB معا؟ ماذا نبحث؟ عن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة ضد زد. وين موجودة هذه الخلايا؟ موجودة في خلايا الطحال، أو في الطحال اللي هو عضو لمفاوي ثانوي. إذا الطحال هو عضو لمفاوي ثانوي تحدث به الاستجابة المناعية. ونبحث عن ماذا؟ نبحث عن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة. نغير الكلمة، نبحث عن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، أي نبحث عن الخلايا البلازمية، خلايا البلازمية. طيب الحالة الثانية، وضعنا فقط B في الغرفة السفلية، B في الغرفة السفلية، فعدد الخلايا البلازمية كان حوالي 72 خلية. طيب في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وضعنا T في الغرفة العلوية والB في الغرفة السفلية، فحصلنا على عدد من الخلايا يقدر ب 1011 خلية بلازمية من 10 أس 6 من خلايا الطحال. طبعا الآن المطلوب هو حلل النتائج الجدول ماذا تستنتج؟ حلل النتائج الجدول ماذا تستنتج؟ التحليل هو تجزئة الكل إلى أجزاء. طيب كيف نجزئ هذا الكل؟ إذا يلاحظ في وجود الخلايا التيكات والخلايا بي المحسستين معا في غرفة واحدة، في غرفة واحدة تي والبي في غرفة واحدة، أن عدد الخلايا البلازمية المنتجة يكون كبيرا، مما يدل على أن الخلايا البي، هذه البي تكاثرت ثم تمايزت وأعطت خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة، هذا بوجود الخلايا LTK، هذا بوجود الخلايا LTK، هذه في الحالة الأولى 960. طيب في الحالة الثانية اللي هي وجود الخلايا B فقط، وجود الخلايا B، أن عدد الخلايا البلازمية كان حوالي 72 خلية، ولو قارنا الرقم 72 ب 960 يلاحظ أن هناك فرقا كبيرا. إذا في الحالة الثانية تكاثر وتمايز ضعيف يدل على عدم تحفيز الخلايا LB، يدل على عدم تحفيز الخلايا LB. السبب هو غياب الخلايا LTK، هو غياب الخلايا LTK. طيب الحالة الثالثة عندما تكون T في غرفة والB في غرفة سفلية وبينهما غشاء يسمح فقط بمرور المواد الكيميائية، يسمح فقط بمرور المواد الكيميائية، يلاحظ ماذا؟ أن عدد الخلايا البلازمية اللي هي المنتجة للأجسام المضادة يساوي حوالي 1011 خلية. طبعا 1011 خلية هذا الرقم يساوي تقريبا هذا الرقم، ما كانش فرق كبير جدا، وبالتالي في هذه الحالة حدث تحفيز، وفي هذه الحادثة، في هذه الحالة حدث تحفيز أيضا. إذا نقارن الأرقام، إذا كان 72 يعني رقم قليل بالنسبة ل 960، 72 قليل بالنسبة ل 1011، لكن 960 و 1011 الأرقام متقاربة. إذا التحليل عندما نحلل لابد من الكتابة، لابد من الكتابة، وبالتالي راح نلخص هذا النص. إذا في التحليل
في التحليل لابد من كتابة العناصر الأساسية والضرورية للتحليل. إذا التحليل نحاول أن نكتبه بالتفصيل نوعا ما. إذا في وجود تي و تي كا طبعا و ال يلاحظ زيادة عدد الخلايا البلازمية، طبعا يصل عددها أكثر من 900 خلية أو 960 خلية بلازمية. طيب الآن في وجود ال بي فقط، طبعا أين موجودة؟ في الغرفة السفلية. يلاحظ أن عدد الخلايا البلازمية أو البلازمية قليل، طبعا مقارنة ب 960 يصل إلى 72 خلية بلازمية. طيب الآن في وجود RTK في الغرفة العلوية وLB في الغرفة السفلية، ماذا يلاحظ؟ يلاحظ أن الLB أو أن زيادة عدد الخلايا البلازمية ليصل إلى 1000 تقريبا وحدات، رغم وجود الغشاء النافذ للجزيئات، فقط للجزيئات الكيميائية. إذا وجدت ال بي لوحدها لا يحدث التحفيز. طيب إذا وجدت ال بي والال تي كات إما مباشرة مع بعضهما البعض أو عن طريق غشاء يحدث التحفيز، ومنه في الحالة الأولى حدث التحفيز، في الحالة الثالثة حدث التحفيز، في الحالة الثانية لم يحدث التحفيز لغياب الالتقاء. طيب ما هي النتيجة التي يمكن الخروج بها؟ النتيجة التي يمكن الخروج بها تعمل التكات على تحفيز الالب على ماذا؟ على التكاثر والتمايز لتعطي ماذا؟ خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة، حسب هذا التمرين منتجة للأجسام المضادة. إذن التجربة بيّنت لي أن تحفيز الخلايا ألج على التكاثر ومن ثم التمايز يتم عن طريق وجود خلايا تدعى بخلايا التكا. طيب التكاثر والتمايز غير موجود في التمرين، غير ظاهر، ولكن ما دام حسبنا عدد الخلايا البلازمية ونحن وضعنا خلايا ال بي ولم نضع خلايا بلازميه، وقسنا او حسبنا عدد الخلايا المنتجه للاجسام المضاده هي البلازميه، فحتما ان الخلايا البلازميه قد نتجت من تكاثر وتمايز ال بي. من سبب تكاثر وتمايز ال بي هي الخلايا ال تي كات. ما هو دليل ذلك؟ في غياب ال تي كات ووجود ال بي لوحدها كان العدد الخلايا البلازمية ضعيف مقارنة بالحالة الأولى والثانية، فكان 72. ومنه الذي يحفز ال بي على التكاثر والتمايز هي الخلايا المناعية الليمفاوية التي ندعوها ال تي كات. طيب تعرف ال تي كات أو بشكل غير مباشر هذا التحفيز، هل الخلية ال تي كات حفزت ال بي على التكاثر والتمايز مباشرة أم لا؟ إذن ما دام لدينا في الغرفة التكات وفي الغرفة السفلية LB لوحظ أن عدد الخلايا البلازمية الناتجة هو 1011 رغم وجود هذا الحاجز أو هذا الغشاء النافذ، مما يدل على أن الخلايا التكات استطاعت أن تحفز LB على التكاثر والتمايز، وبما أن هذا الغشاء لا يسمح بمرور الخلايا وإنما يسمح بمرور الجزيئات الكيميائية ومنه ارتكاب، قد أفرزت
جزيئات كيميائية انتقلت عبر الغشاء النافوذ للجزيئات فسببت تحريض الخلايا الألبي على التكاثر والتباين، ومنه تحفز الاتكات الألبي على التكاثر والتمايز عن طريق خلط أي مواد كيميائية. الخلط نقصد به إفراز مواد كيميائية. هذه المواد الكيميائية مصدرها الالتكات، حفز الألبي على التكاثر والتمايز. إذا تحفز الالتكات الألبي على التكاثر والتمايز عن طريق خلط أو عن طريق السوائل التي تحتوي مواد كيميائية مفرزة من الالتكات والألبي. إذا الالتكات التي تحفز الألبي. يبقى الآن ما هي طبيعة هذه المواد الكيميائية؟ ما هي طبيعة هذه المواد الكيميائية؟ ونواصل أيضا التجربة وهي أيضا موجودة في الكتاب المدرسي كالتالي. طبعا حل النتائج جاوبنا على السؤال الاستنتاج. طيب هل تسمح لنا نتائج التجربة 2 من الجدول باستخراج نمط تأثير؟ إذا الارتكاز تؤثر على الخلايا الألبي عن طريق خلط. الدليل على ذلك وجود الغشاء النافوذ سمح بمرور المواد الكيميائية فأدى إلى التحفيز. طبعا هناك تجربة أخرى وعملية أخرى موجودة أيضا في الكتاب المدرسي. ثالثا من جهة أخرى أعطت نتائج تأثير حقل مادة الأنتيلوكين 2. هذا المادة اللي هي الأنتيلوكين 2 حقلناها في هذا الزمن في هذا الزمن في هذا الزمن في هذا الزمن طبعا بدلالة الزمن. إذا من جهة أخرى أعطت نتائج حقن تأثير مادة الأنتيلوكين 2 المستخلصة من ماذا؟ هذا الأنتيلوكين 2 أتينا بها من الخلايا ارتكاز عند شخص مصاب بورم جلدي أو بسرطان جلدي. النتائج الممثلة في المنحنى الوثيقة 2. طبعا هذه الوثيقة 2. طيب ما هي المعلومات أو المعلومة الإضافية التي يمكن التي تقدمها نتائج المنحنى السابق فيما يخص تأثير الأنتيلوكين؟ طيب الآن نعود إلى هذا المنحنى من جديد. هذا المنحنى يمثل عدد اللمفاويات التويت طبعا بدلالة الزمن بعد حقن الأنتيلوكين 2. ماذا يلاحظ؟ أنه عند حقن أنتيلوكين 2 زيادة عدد الخلايا اللمفاوية. عند حقن الأنتيلوكين زيادة الخلايا اللمفاوية. عند حقن الأنتيلوكين 2 يؤدي إلى زيادة الخلايا اللمفاوية. عند حقن الأنتيلوكين 2 يؤدي إلى زيادة الخلايا LTV. إذا LTV بوجود الأنتيلوكين 2 يسمح ذلك بزيادة عددها وتكاثرها. طبعا التكاثر يتبعه عملية التمايز. ومن ثم نستطيع أن نستنتج المعلومة الإضافية التي تقدمها في التجربة أن الأنتيلوكين 2 يحفز الخلايا الالتويت على التكاثر والتمايز. ربما التناقص هنا لعدم حدوث التكاثر. طبعا التناقص ربما تحولت الالتويت إلى خلايا LTC حسب معلوماتنا السابقة. إذا النتيجة التي نستخلصها أن الخلايا الالتويت تفرز مادة تدعى بالأنتيلوكين 2 تحفز من خلالها التويت على التكاثر. وبالتالي الخلايا الألبي التي تكاثرت في الوسط السابق ناتج عن تحفيزها بواسطة مادة كيميائية اللي هي أيضا الأنتيلوكين المفرزة من خلايا من طرف الخلايا LTH. طيب الآن مما سبق؟ إذا رابعا من خلال ما توصلت إليه في جوابك السابق علم تسمية نمط الخلايا الالتقاط
أن يمثل في التجربة بالالتئاش المساعدة. لماذا سميت مساعدة؟ لماذا الالتئاش سميت مساعدة؟ الناتجة عن تمايز التئاش إلى التئاش والالتئاش آل. ثم تسمية الانتروكين 2 بمادة محفزة مبلغ كيميائي. إذا أضاف لنا في هذا السؤال أضاف لنا معلومة أن الالتئاش تعطي نمطين من الخلايا، التيكات ام ذاكره، التيكات ام ذاكره وخلايا ال تي اش مساعده. طيب هذه الخلايا ال تي اش المساعده تفرز ماده كيميائيه اللي سميناها الانتروكين، تنتقل الى ماذا؟ هذه الماده الكيميائيه اين تذهب؟ عبر اللمف، عبر الدم، عبر سوائل الجسم لتصل الى الخلايا البي، المحسسه، وتصل الى الخلايا التيويت ايضا المحسسه التي تمتلك مستقبل التي سي ار ومستقبل انتيلوكين. اذا هذه الماده الكيميائيه نتجت من التئاش. ماذا فعلت التئاش بالماده الكيميائيه؟ ساعدت في تكاثر الخلايا البي ومن ثم تمايزها، وساهمت في تكاثر الخلايا التيبي ومن ثم تمايزها. إذا الالتئاش ساعدت الخلايا البي على التكاثر والتمايز ولذلك سميت التئاش، كما تسمى أيضا في بعض الأحيان التئاف أوكسيدياك، التئاف تسمية فرنسية، تسمية الإنجليزية. طيب الآن LTR سميت مساعدة لأنها ساعدت على التكاثر والتمايز. طيب هذه المادة لماذا سميت مبلغ كيميائي؟ طبعا الأنتروكينات هي مواد كيميائية كثيرة قد يصل عددها أو أنماطها إلى أكثر من 30 نمط ذكر في المنهاج نمطين فقط، للتخفيف على الطالب، وبالتالي الانتيلوكينات كثيرة جدا، نذكر فقط منها الانتيلوكين 1 والانتيلوكين 2، إذا هو مبلغ كيميائي. طيب المبلغ هو الذي نقل الرسالة من LTS أو البلاغ من LTS إلى LB إلى LTB حاثا إياهما أو مبلغهم على إحداث التكاثر والتمايز، ولذلك سميت هذه المادة بالمبلغ. طبعا الانتيلوكينات سميت الليمفوكينات، وتسمى ايضا في بعض الاحيان السيتوكينات، وتسمى ايضا الهرمونات المناعيه، وبالتالي هي مواد كيميائيه تحفز، تعمل عمل الهرمونات على تحفيز الخلايا المناعيه، بشكل عام. طيب الان نواصل ايضا كما هو موجود في الكتاب المدرسي، الان ننتقل الى النشاط الآخر أو العملية الأخرى اللي هي آلية التحفيز. طبعا العنصر الثاني آلية تحفيز الخلايا الليمفاوية، طبعا هذا الرسم موجود في كتاب المدرسة، يلخص الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة هذه ثلاثة: آلية تحفيز أو تنشيط الخلايا الليمفاوية التي وآلية، ونحاول أن نضع الرسم كامل في الصورة. الآن هذه الخلايا L، خلايا LTCAT، خلايا LTB، إذن هذه نعتبرها LB، هذه نعتبرها LTCAT، هذه نعتبرها LTB. إذا لدينا ثلاث أنماط من الخلايا، هذه الـ تتعرف على المستضيف ثم تتكاثر ثم تتمايز فتعطيني نمطين من الخلايا، الـ LTCAT تمتلك أيضا الـ TCR وتتعرف على محدد المستضيف إذا كان مرتبطا بأشعرة 2، أما الخلايا LTB تتعرف على محدد المستضيف بالتي سي ار اذا كان مرتبط باشعه 1
بأصل واحد. طبعا الـ LB تكاثرت ثم تميزت، الـ LTK تكاثرت ثم تميزت، الـ LTB تكاثرت ثم تميزت. طيب المطلوب ماذا تمثل هذه الخلايا؟ واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. نبدأ بالـ LTB، عندما تتكاثر وتتميز تعطي خلايا ندعوها بالخلايا التائية السامة LTC. طبعا ومنذ قليل ذكرنا ان الالتكات عندما تتكاثر وتتميز تعطي نمطين من الخلايا، احداها تمثل LTS مساعده والثانيه تعطي التكات الذاكره. اذا رقم 2 LTS، رقم 3 التكات M. طيب الالب عند تكاثرها وتميزها ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ تعطي نمطين من الخلايا، احداها تسمى LB ذاكرة والثانية تعطي خلايا بلازمية أو بلازمية تنتج للأجسام المضادة. إذا أجبنا على السؤال الثاني اللي هو النمط هذه الخلايا. لكن السؤال المهم الذي يجب أن نلاحظه، LB قبل التعرف وبعد أن تتعرف، الالتكات بعد قبل أن تتعرف وبعد أن تتعرف، قبل الالتويت قبل أن تتعرف على محدد مصطدم وبعد أن تعرف. تلاحظ أن الغشاء الهيولي للخلية LB لا يحتوي شيئا إلا البي سي إف اللي هو وسيلة التعرف على المصطدم، بينما في هذا الصورة تظهر على أن الالبي قد اكتسبت مستقبل ندعوه بمستقبل أنتيلوكيندر. إذا هذا ندعوه بمستقبل ELB. طيب نفس الشيء بالنسبة لهذه، تكتسب مستقبل ندعوه بمستقبل أنتيلوكيندر. نفس الشيء أنها تكتسب مستقبل ندعوه بمستقبل أنتيلوكيندر. إذا الخلايا LB أو LTB أو LTK قبل أن تتعرف لا تمتلك مستقبل أنتيلوكيندر، بعد أن تتعرف وبوجود المصطدم تصبح حاملة أو تركب مستقبل أنتيلوكيندر، فتصبح حينئذ محسسة أو قابلة للتنشيط. تصبح حينئذ محسسة أو قابلة إلى ماذا؟ إلى التنشيط. طبعا كيف يتم التحفيز؟ بوجود البي سي إف تتعرف، يؤدي هذا التشكيل هذا المعقد إلى تحريض الخلايا خاصة النواة على تركيب مستقبلات اللي ندعوها مستقبلات الأنتيلوكيندر، وبالتالي ماذا الذي يحدث؟ تصبح قابلة للتحفيز. الآن الالتكا تحفز نفسها بإفراز أنتيلوكيندر. طبعا التحفيز يكون من السطح الخارجي للغشاء، إذا هناك أنتيلوكيندر تفرزه فيحفزها ذاتيا على ماذا؟ على التكاثر، فتعطي لمة من الخلايا الالتكا متماثلة التي سي إف، ثم تواصل فتفرز الأنتيلوكيندر الذي يحفزها أيضا، أنتيلوكيندر يحفزها على التميز، فتعطي خلايا LTK-M هذا LTK-M، وتعطي خلايا LTH التي لها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من أنتيلوكيندر. ينتقل أنتيلوكيندر عبر سوائل الجسم اللي هي الدم واللف، فيصل إلى جميع أنحاء الجسم فإذا وجد هذا الأنتيلوكيندر خلايا التويت قد تعرفت واكتسبت مستقبل أنتيلوكيندر، فإنه يحرضها على التكاثر والتميز. فإذا وجد هذا الأنتيلوكيندر الخلايا LB قد تعرفت أي تمتلك مستقبل أنتيلوكيندر، فإنه يحرضها على التكاثر والتميز. فلو كانت لدينا خلايا LB أخرى ولتمتلك مستقبل BCR من هذا الشكل، طبعا هذا المستقبل BCR من هذا الشكل يتكامل مع محدد المصطدم، هذه الحالة أولى، بينما هنا لا يتكامل مع محدد المصطدم. هذه الخلايا LB لا يمكنها أن تصنع مستقبل أنتيلوكيندر، وبالتالي أنتيلوكيندر يؤثر فقط على الخلايا التي تحمل المستقبل، هذه لا تمتلك مستقبل وبالتالي تكون غير قادرة على التحفيز. إذا هو اختار الخلايا الحاملة لمستقبل أنتيلوكيندر فحفزها على التكاثر. طيب متى نشأ مستقبل أنتيلوكيندر؟
انتيلوكينز نشأ بعد حدوث عملية التعرض، بعد حدوث عملية التعرض. دون حدوث عملية التعرف لا يمكن أن تحدث عملية التحفيز أو التنشيط. لا يمكن أن تحدث عملية التحفيز أو التنشيط. نستطيع أن نوضح ذلك الآن بشكل على شكل متحرك. إذا لدينا الخلايا القلبية، هذه الخلايا القلبية قبل التعرف، التيميت قبل التعرف. الآن ماذا يحدث في وجود المصطدم؟ فإن القلبية تتعرف، بعد أن تتعرف مباشرة تكتسب مستقبل أنتيلوكين. نفس الشيء بالنسبة للالتيكات، بعد أن تتعرف تكتسب مستقبل أنتيلوكين. نفس الشيء بالنسبة للالتيميت، بعد أن تتعرف تكتسب مستقبل انتيلوكين 2. طيب بعد ان تكتسب مستقبل انتيلوكين 2 تقوم الخلايا التيكات بتحفيز نفسها عن طريق افراز هذا المثلث اللي هو الانتيلوكين 2 فيحث على التكاثر، ثم تفرز انتيلوكين 2 الذي يحفزها ايضا على، اذا هنا ركبت مستقبل الانتيلوكين 2 فيحفز على التمايز معطيه نمطين من الخلايا، خلايا التي اش وخلايا التيكات ام. هذه الخلايا التي اش تتميز بقدرة على إفراز أنتيلوكين 2 الذي يحفز أيضا خلايا LTH على إنتاج أنتيلوكين 2، وهذا الأنتيلوكين 2 الذي يفرز بكميات كبيرة يمكن له أن ينتقل عبر الخلايا LB الحاملة لمستقبلة أنتيلوكين 2، وبالتالي يحفز الخلايا LTH أيضا على التكاثر ومن ثم على التمايز. نفس الشيء الأنتيلوكين 2 الذي يحفز الخلايا LB على التمايز ويحفز الخلايا ال تي بي على التمايز ايضا معطيه الخلايا ال تي سي، كما تعطي ال بي الخلايا البائيه ذاكره وتعطي خلايا بلازميه. تنتج الخلايا البلازميه ال بي ام تنتج الخلايا البلازميه الاجسام المضاده التي تشكل او تنتقل في المصل لتشكل معقدات، بينما تهاجم الخلايا ال تي سي الخلايا المصابه فتؤدي الى تخريبها. طبعا الان سوف نقدم الحوصله اللي هي ايضا موجوده في المنهج. اذا كيف يتم التحفيز اللي هو الاشكاليه اللي طرحناها؟ تتم مراقبه تكاثر وتمايز الخلايا التائيه او البائيه وحتى كل الخلايا المناعيه ذات الكفاءه المناعيه التي تعرفت على مولد الضد عن طريق مبلغات كيميائيه، مبلغات مواد كيميائيه تنقل بلاغ او تنقل خبر، والخبر هنا مقصود به التحفيز على الاستجابه المناعيه. طيب وهي هذه المواد هي الانتيلوكينات، وذكرت ان الانتيلوكينات كثيره جدا. ممكن نبدا بالانتيلوكين 1 فنجد اكثر من انتيلوكين رقم 3. اذا الناتجه عن ماذا؟ اذا التي يفرزها صنف اخر من الخلايا الليمفاويه التائيه ال تي اش، هذا ال تي اش ما هو مصدره؟ جات او ناتجه عن تمايز الخلايا ال تي كات. طبعا ال تي كات تتميز عن ال تي ويت بوجود مستقبل غشائي مساعد يسموه سي دي كات، بينما ال تي ويت تحتوي على مستقبل اخر يسموه سي دي ويت. اذا ال تي كات سميت ال تي كات او تسمى في بعض الاحيان ال تي سي دي كات لوجود مستقبل سي دي كات، بينما ال تي وي تسمى في بعض الاحيان ال تي سي دي وي لوجود مستقبل سي دي وي. طيب الان لا تؤثر الانتيلوكينات الا على الخلايا التي الليمفاويه المنشطه. من هي المنشطه؟ الحامله للمستقبلات الغشائيه الخاصه بهذه الانتيلوكينات. هذا المستقبل الغشائي لا يظهر الا بعد الاتصال بالمصطدم، لا يمكن ان يظهر قبل ذلك. تحمل اغشيه الخلايا الليمفاويه، طبعا هنا انتهى بالنسبه لي للتحفيز. اذا تحفيز الاستجابه المناعيه يتم بواسطه مواد كيميائيه سميناها مبلغات، سميناها الليمفوكينات، سميناها الانتيلوكينات. هذه الخلايا تقوم بتحفيز، او هذه المواد تقوم بتحفيز الاستجابه المناعيه، وبالتالي والتحكم في الاستجابه المناعيه عموما. بهذا نكون قد انهينا هذا النشاط اللي هو النشاط التاسع من
النشاط التاسع من الوحدة الرابعة وإلى نشاط قريب.